رايحين هنا، رايحين جهة بوزفات حسين ولا كولون هنا ونلمبيا سيدي مال لمبيا. ها شاهد هنا سيدي مال لمبيا هنا بوزفات حسين. ولو ماركينا حاجة ها لي كان نيفو تاع سونتر فيل ها ها مازال قاعد يخدم ها ها تشوف ها ها ولو بروجي مازال اون روت ها ها تشوف ها تشوف ها تشوف ها ولو بروجي. السلام عليكم، شخصيكم برك راني قاعد نعمل واحد الفيديو على في عنابه على الكارتي تاع عنابه كيما هذا باين بروجي جديد هذا تشوفوا به هذا تاع لي كانيفو هذا ما تعرفش شكون هو المسؤول تاعه والله ما يبان تحبوا تحضروا حاجه ولا حاجه ما تبانش باين انتربرونور جديد باسكو عنده بالا وبرويتا جدد كيديروا بالا وبرويتا قول لي ولا نهضر معاك نقول لك ولا الحاج باش يقول لك خايف حب تبان في الفيديو باش تقول وعلاه قلت لك انا احسن ما شفت ها باين انتربرونور جديد وبرويتا جديده ايوا برك اها هذه الخدمه تاعو تحب تقولوا حاجه لا هذا اسمع كان نوصل الميساج احنا وعلاه من السكان تاع النابر هنا قول له قول للمير قول للمير راح يشوفها عنابه كامله فايضه قاعد تسمى برويطة وبالا يحل انتربريز ومش حتى خدمه هبطي سنتر فيلا شتي كيفاش شوف الخدمه اللي يخدمها في الصيف مون بان دو موا لهنا برك وين لافريقيا برك اي نفس الخدمه نفس الشيء نفس المقاول ما كانش مراقبه ما كانش كنترول ما كانش سوبي ما كان حتى شيء اعطيه مرشي يديروا شي حبوا يديروا هذا هو التليفون ولا خويا لازم نهضروا هنا احنا ولاد عنابه ولا ولاد اي ولايه اخرى هذا فساد هذا نشوفوا فيه فساد ولا لا بيناتنا نهضروا احنا كلمه حق تقال حتى عند ربي سبحانه تكون سالك درك هذا من المسؤولين تفضل خويا داينه ديال الفساد داينه مش حتى يقولوا لك هذا تشوف هاك شتي لك في الفيديو ولا تشوف مش كان مش مكان ثم حقيقه هذه ها واش تشوفها انت هاي اللي قدامك ريال شتي وين موني بري وين النهار الكاميو تاع دخل الاكسيدون اللي وقع تاع الزيت هذيك شارع عام عام ولا شفت رجل تما نص خدمها نص خدمه تاع القدران المقاوله خدم نص خدمه نص طريق وراه وخلاها فايده تما الناس تعدي بال في الكازيات تاع 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 السردينة ولا كيما نحكي لك راه شوف ثم شتا الحاج كيفاش خدمة تحب تبعث ميساج قال الوالي خلينا من المير المير جو بونس هو اللي كان حاله الوالي وعلاه المير المير تاع البلاد المير والمير هو قاعد يمد في لي بروجي لصحابه قاعد يمد لصحابه ومد لصحابه الداكار كي يخدم خدمه ملحه مش يمد حتى لعمه يراقبوا اروح شوف واش دار واش عمل لك شوف الدنيا هذه راه من 10 استجاك ما يفضل دعم الجاية وصوالة سي بابيس ها يا اخويا يعطيكم الصحة الحاجة ها وانت ما قلت والو هيا قلنا كلمة برك ما فيها والو خويا كلمة حق تقال صافي مالوكا والله لما شفنا 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 عاد ريال دير والله والله ما عارف والله وتكون مونتير قبل ماشي من المشكله اخويا الخدمه اللي يخدمها اي كلها فالسو روح شوف السونتر فيل وقاعد يكمل المشكله قاعد نقول انا واش قاعد نقول مازال عاطين فيه الثقه وقاعد يخدم والخدمه راهي مش خدمه هذه وخالص عليها عباك المتر شحال تسقام هذاك اللي يخدم شويه سنين اها تاع خنشل هذاك خدمه ملاحه شفتها ومي كيكمل عليها الاخر كي سد بيسها بالبيودران صاحب المقاوله بنعطيه ولا شعيطو ولا شو كيفاش البركه تاع الماء هو خدم خدمه ملاحه سد كمل عليها بن عجبني هذاك اللي يخدم هذيك خدم وخلص ربي يعينو المهم خدم خدم خدمه فوالا قداش قاعد مو بشهر شفت خدمه كبيره واش كيف باري قال لك كي حكمها وشاف ندم قال لها حكمتها وندم شوف سموني كاتاستروف مي نونبيش يخدم لو فات يعمل زوج دقاوات تحت الباب تاع الجنينه اه كانت ما نعديوش
شفتها كنت الناس تعدي بال تم زوج وحيد ديجا سي كيف شاف شو خمموا وخدموا وهذا ما كان الناس يعدي يفحشوا باش يعدي قبل يفحش ما تعديش بالليبوت ما تعدي بالليبوت كان بالليبوت درك هو عمل لهم دريب زوج ريغولات هاي المشكله كل والو ما يحلبوش ما يعطولوش كلش هو هو جاي مش مش ما يعرفش عنبه كيما ولاد عنبه عنده طوموبيل وعنده سوبر يخرج وحاجه بالتليفون يقدر يحدد الفيديو كيما هكا ايه مسؤول هاو سهلوا له في الخدمه ياك مسؤول إيه. راح تقول له انت يوم القيامه اني خاتي احنا كانت وانا قاعد نسهلوا له في الخدمه ولا لا كي نقولوا له الواقع كيما قول خويا ان شاء الله متى بينا كيما المقبره تاع 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 زغوان انا اللي صورت الفيديو وكانوا كانوا طافين عليه الضوء انا اللي صورت الفيديو ومشى انا اخويا انسان يعمل حاجه في سبيل بلاده انت اللي درتي قبل ما سما كولون انا هو المهم انا قاولة كرتي انا كرتي غير لالي دالزاس انا وين الحمام بوعزيز انا راني خلق تما ها ايوه جاري جا ما شاء الله وين محفوظ عمي ياسر انا ولدك ولا عناب احنا نعتوا الحقيقه مش قاعد نكتبوا عليه هذا المقاول وشي هذا ونديري عاد يوجع القلب كي تشوف كيما خويا احنا كيما قلت لك هذه الصوره ننقلوا الواقع كيما هو اترافير موا انت وخليوها لهم اخويا كيما حجره في الصباط خلي في يغليوا في بلاصه واحده اعطيك صحة اخويا راني طالع وهذا راهو اسم شهيد بوزناد حسين معروف ها ثم يسميو غير الاسامي برك ما يخدموش هذوما المنافقين هذوما الغشاشين وخلاص سميته بالبرك ليمونسو ليمونسو هذا آه. ايوا هاي معلومه جديده ليمونسو هذا آه. ربي يسرك الحاج هاي الحاج خويا انتك معمر على بالي مش عم تحضر برك كون نقعد ما كنتش بدك تعرف تاع راسك شوف ها هاك شوف لازم نعطي فيه كونفيونس احسب شحال كاين متر يروح يفكر لي بالمتر هو على بالك هاي عامل لك انا سونس انترفي في راسك على بالك شفتوا وناس هاو مسؤول اخويا احنا واش احنا احنا لو 23 هاي بلا ما نحضروا لا دات هاي كلش باين ها انا في نوفمبر احسب شحال كاين المتر على هنا شوف ها هاي الخدمه تاعو ما يكمل قال لك برويطه وبالا وقلعه تاع سعيده هكا يقصها باش يبل بها السيمه تاعو شوف هاي يا خويا هو واحد كتب لي قال لي راهو في بوزرات قاعد يخدم انا على بالي قاعد ندور نشوف انا ها البروجي تاعو اخويا هاي شو ما قلت حاجه انا هاي يا خويا ها احسب شحال كاين متر احسب سيما مخشوشة هادي هذا مخشوش هذا ها حاج السلام عليكم هنسقسيك برك معليش راني كان في واحد الفيديو تحب تبان ما تبانش انا على البروجي هذا جديد هذا قاعد يخدموا فيه مولا ماركيتيش تاع في سونتر فيل نفس البروجي في حاله ما شفتهاش الماء يركع في الكانيفو ما يتحركش كلاه الماء قاعد تشوفها هادي هاو قاعد داروا لي ترو باش يمشي داروا في لي روكار واحد من واحد من باش يمشي الماء ايه واش قاعد تشوف حاجه اخرى هذا ما هذا ما هم قاعدين يمشيو قريطه فبداو من تحت وين النيه وجاو هبطين وين النيه ها هم قاعدين يمشيو درك كي صبت عليهم من وين محبسين نحكي لك الخدمه هذه نفس الخدمه خدمه السونتر في سي عنابه ها انت معايا روح شوف هذوك في النو الماء ما يعديش حابس الماء روح شوف خدمه عرب خدمة عربي لا خدمة لازم مراقبة حتى العربي أو ليه يطلع أوروبا يخدم العربي تحب تبان في الفيديو تحضر حاجة نعم معليش قولي الخدمة هذه أسكت تشوفها أكثر أت... ها أنت كنت أسمعك فهمت مش شوف الخدمة كيف شوفها خدمة وحنا أونيفو ما على باليش احنا الدولة احنا عندنا دولة عندنا رقابة عندنا وعلى ما يكونتروليوهم ما يكونتروليوهم وعلى ما يكونتروليوهم ما يخرجوش يكونتروليوهم الدنيا هاملة والله الدنيا هاملة يعني تشوف كي مكة دراهم تروح كي مكة تروح قاعد تروح في الماء كي مكة قاعد تشوف امي فقتيري وعلاها من بعد احسب انت شحال متر لهنا قضيت 400 500 واضرب انت بالك مليون متر المليون بالك لا مليون المتر تحسب اسمع انا اللي نطلب شكون اللي يدخل ما على باليش الدولة يا على بالك هاو نبعثوا له في الفيديو خويا وش راح نقول لك اونيفو الدولة عندنا دولة مي
شكون هما اللي يضرب على الدوله هذه اولادها؟ انا في النور، انا نصور، انت تهدر، واحد ما عجبو الحال، كنا ساكتين. صور برك تشكر، قاطيني ميساج من الاخر، هاي خليك قلت هذا ربي يهديه. لا انا خويا نحسبوها ما خويا الهدايه بعد كي يتوب يرجع الاموال يروح يتوب مع ربي، من بين العبد والعبد السن بالسن والبدي واظلم خويا لازم يرجع. وتعرف هنا العدالة تاع الجزائريه ما تلحمش، لازم كل واحد يدي حقه صح ولا لا؟ غادي يخلص هذا لازم يخلص. شوف ها راح يقال عندك تدخل في حفره ولدي، عندك تروح راح البنيوس هاي، ارجع 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 هاي اي ارجع ارجع هاي زيد 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 غلطه بحقها على بالك، شوف تغلط تطيح. تشوف الخدمه فايت تشكي مكة دراهم دراهم كبيره قاعد تروح قاعد يخلص برويتها وقاعد يخلص يلك نبقاو تبعوا فيها هنا هذا سي بون. نصيري لك ما هي خدمه هذه هاي، شوف الخدمه شوف كيفاش. السلام عليكم. راه سخسيك اخويا رواح في ساعة دقيقة برك احكي لي على البروجي هذا اللي حطوا لي قدام الباب. انا مش واحد الفيديو وحضرنا الاستلمات برك، معليش اعطي رايك. لا ابقوا في التلك، عيشوا في التلك. كاينة فئة من الشعب لطيفة يحبوا الاستعباد. حاج السلام عليكم، راني نسقسيك برك نعمل واحد الفيديو هنا عدم هذي كان يفوها دم في عنابه، واش رايك برك قاعد تشوف الخدمه برك اعطيني صوتك برك ماذا بيا؟ بصح نطولوا هذوما نورمالمون ياهم نكملوها وقتها بدا وقتها طولوا. عندها واحد الشهر هذي عندها شهر هما كيما حفروا خلاوها. لا حفروا كش مصبطوا المطر حبسه وقتها صبط انه انا البارح للبارح برك ياكش ما حبس المطر بركم قاعدين يخدموا نورمالمون. وانا نسقسيك برك معليش او نيفو سونتر فيل الخدمه نفس الخدمه خدمه راح شوفها شفتها ولا ما شفتيهاش؟ نورمالمون نورمالمون ملاحه راح شوفها ما شفتيهاش ما تقوليش ملاحه يا اخي روح سونتر فيل وشوف. ما رحتش لك ما رحتيش ما رحتش انت شفتها بيناتك مي كيصبط النور راح شوفها. ما شفتش كي تشوفها نتلاقاو ان شاء الله. هاي قهوه عليا صح هاي هو قال لك ما شافش ها بنعطي واش خدم ها بالك داو ها هاو كبير هذا ها نورمالمون لو ميسيو لو ويلي كي يشوف كيما كان جو بونس با ولا واحد اخر ما جو بونس با راح يقول لي تعجبو ها هاي راهو قاعد صار هاي بارتو احسب شحال كاينه المترا ومن بعد يعدي سني على تلقاه 60 مليار 700 مليار مثل ما تصلح. انا الفيديو هذا نخليه ويا من عاش تحكيت اللي كان يفو ماشي تبع خلاص انا هاو فيديو سي بون بقاش كل دقيقه نصور في اللي كان يفو في الطريق واحد نورمالمون على بالنا فيديو واحد نورمالمون قال لك اللبيب ومن الاشاره يفهم اللبيب من الاشاره يفهم بلا ما نعاود لك با فيغ لو غابيل انا سي بون اون فوا نورمالمون تفهم روحك ها وبالك ينادي كسرة هكا جي قدوة واحد فيزيتير ضيف بالعقل هذه يا دونجي حجرة شوف شخصي الأولاد هنا الدنيا غرقت. السلام عليكم. ايه الدنيا غرقت عنابة حملت يا جدهم شوف شوف قول لي برك انا صوت واحد الفيديو عليه كان يفو هذا المطرب ودي نوفو بروجي عطينا رايكم برك معليش صوتك معليش هو يعطيك صوته شو عطينا صوته ونحبوا صوتكم اللي يحب يبان في الفيديو يبان من بعد ها مش نتا فيديوهات ما مش نتا فيديوهات بيع احنا ملوك الظلام تعرفها ملوك الظلام انا نعلمش اخويا انا نشوف انا شوف ملوك الظلام انا ملوك الواقع انا الضوء الضوء انا الواقع انا الخيال المهم مش شوف ما راح يقول حاجه ايش راه دير خير تاع ربي سبحانه وتعالى طرح في البيت. ايه نحكيو على هادم احنا. يا ودي تحكي لي على النو احنا ربي هذيك الامطار احكيو على الخدمه هذه. بروجيات في الجيري كيما هذه هي الجزائر الجديده. صيفها كامله ما خدموش تريطوار كي صبت النو
ولا بين تلهم راح يخدموا طريطوار قاري تلهم بين تلك فنو هذاك انت مش كما ملوك الظلام ملوك الضوء احكي لي صوتك سحق صوتك انا برك احكي لي هذه الجزائر يا اخي الكريم سمع حد يقول تورا فيل واحد ولبن فيل وتقول له واش راح نقول لك هبط الداخل انا في سنتر فيل هبط الداخل ولا مش سنتر فيل هذا وسيتم دوار ما تيجيش تحكي على سنتر فيل عادة الدواوير هي فيها نظافه فيها الامور ملاحه فيها كلش بس انا هذه عندنا بدر كل الدوار يا اخي العزيز والله ولا الدوار ولا مازال عاطينه الثقه يخدم هذا او قاعد يخدمها مش عنابه مازال يخدم مازال مش راح يخدم مسكين هذا هاو زوالي حاكم بروجي بربعة ملاير هاو زوالي تكالي ب 20 مليون لهنا وهنا كاين ب 20 مليون وفي النهار وفي النهار نخدموا ب 50 الف احنا هو كيما قال الاخر اللي لاباس بينا هادم لي زونتربرونير الكبار هذوما مزواوله بروجي حاكم ب 40 مليار حاط ربعه كارلاجات الخدامه ما كانش وهي رايحه يقوم فيه في الفواتير وبرك السلام عليكم هاي الهضره الشابه هذه اللي نحبها انا شعبك تبردني قلبك كي نسمع كيما ها دير هذا الصح هاك تشوف ها هاك تشوف ها بروجي او مارشون هاو 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 نخدم شوف يلا العظيم هاك تشوف هاو نوصل ما زال نشوف حتى حاكم شوف النحيه تحب النحاها نحاها ها شوف ها ها هاي نقلوا النحاها ها شوف مش حتى حاكمه شوف ها اي والله لا شكون معاك نو كذا تشيلسي وانا فيديو ديريكت انا هاي خويا هاك تشوف السلام عليكم هاي احكي لنا على المشروع المشروع القرن هذا صوت كبرك احكي لنا البروجي هذا اللي جا هذا المقاول هذا قال لك برويتا وبالا ويخدم والله يا ودي فور لو مومون راه مليح ما عرفتش نولي عديت البارح والبارح مر في البلاصه ديت قاع كامله معمره ما حتى به قال ما تقدرش ما انت تفك على الكارا باش تقاري مي شوف الماء كيفاش راكه يا اخي احنا فتو معليش هذا بارابور لينا احنا وما قلنا لهم ديروا لابونتر او قلنا لهم كي عادوا يبداو يخدموا قلنا لهم ديروا لابونت به الماء يروح يهبط ديريكت لهيا بس كي تجي تشوف قبل كيفاش كان على بالي كيفاش كان نجسي بس هو ما يبقاش كيما كان الماء ما يبقاش كلمة حق تقال احنا شوف انت قلت انا شوف نحترم كل الاراء انت قلت مليح وعلى بالي 99% يقول لك مش مليح انا وعليها نقول لك مليح نقول لك مليح برابر واش كنت نشوف يعطيك الصح الشتا اللي فات واللي قبله كي تصب النو هنا الماء يخرج نص طريق لهيا ما عليناش دونك هكا تبان لك شغل دومي مال ديما يجيني شويه مال هنا في الرف خير من يخرج لي حتى نص طريق لهيا خلاص انت عندك يمكن اسمح لي باحترامي عندك رؤيه سطحيه انا يمكن الناس عندها رؤيه معمقه نحترم هي, هي يعني المنطق المنطق الخدمه ما يركحش ما كيمك نشعر بالوجه لا نهضر لك المنطق المنطق تاع الخدمه كي ديروا هذه عندك اللي هي لافالوار ما يركحش اوتوماتيكمون تروح دير لابون تاعك تمشي لافالوار يعطيك الصحه باه الماء يروح ديريكت يدخل ما يبقاش كيما هكا يعطيك الصحه نورمالمون هكذا هذه الهضره نورمالمون كيما هكا الحوار يا اخي قلت الحوار البناء ثم هضره من عندي وهضره من عندي هذا المنطق هنفتوا على ما نفتوا على المنطق ايه المنطق يقول كيما هكا المنطق كيما هكا غلط كيما هكا عندنا هنا ما كاينش لا ما نعرف صح ها يا خويا هنا ناخذوا الاراء تاع الناس الكل يمكن هو عجبته هاك تشوف وين ما راه هو راكح يعني كان غير هذا اللي قاعد يخدم هذا السلام عليكم سقسيك الحاج قاعد يعني نصور في واحد الفيديو عليك قاعد نفو هذا المطر نفو بروجي قاعد يخدموا فيه بصراك حسين انا وين مرسيس وش قاعد تشوف وش قاعد خدمه ونفو الخدمه ما نفهمهاش في كاتاستروف الخدمه هذا صوت صوتك انا قول لي ولا اختي معليش انا هي صوتك يا خويا مش قاعد تبان صوتك قول لي والله بصح اللي بروم اللي يعرفوا اللي يفهموا الطريق هذوما يفهموا مي واحد يعرف كمواطن ثم بسيط تقدر تقول لا خدمه مليحه طولوا علينا برك سينا فضوا هما فضوا صح مو نفضوا كنت غايب اليوم من جيت انا وين فضوا نشوفها صحيح ما وراك هوندري ديزاين برك عندهم تم صحيح كان 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 دي نو سبيشاليست باش يخدموها لازم ما يروح قد يعطيك الصحة هاي الهضرة كاين نحفر قد سخط اللي ما تقدرها هي ريكيبيريوها هو درك هو الساس كلش غلط التروتوار مع طريق غلط
سونيتي ده اي خاطر اللي كان يفول غلطان اي طريق ساعة معمر طريق فهمتي هو تروتوار مع الطريق تروتوار كان تروتوار عالي تروتوار ماشي مع الطريق ويخلص وتلاقاو مع بعضهم وش يدير كان يبو مسكين اللي يتبص بيبر يا حتى الكالتي ترى الخدمة الخدمة عجبتك هذه الخدمة قول لي الحاج هو يعرف المشاكل قول لي مناحة ولا لا عجبتك تفضل هاي انا قلت لك اني يعني نعمل فوط على نسقسي على نبه كامله هنا هاي قل لي لا ايلان خدمه خير من هنا يا طلع ايلان هذيك المهم الماك او كيما راهو راك هاني ما قلت والو هروح تشوف الحاج ها قل لي الماك ايش قاعد يعدي شو ثم قال لك الطريق مش ملاحه مش نيفو باينه مش نيفو اللي يخدمها المقاول هذاك وهذه شوف الخدمه كيفاه شوف يخدمها في شتاء الناس هذيا شوف الماك كيفاش راك شوف المهم ربي يعاونك الحاج حتى الخدمه مع الكاوره من هنا هذه كاوره اي سمع بك تنحى من بعد هذه الحاج سلام واش تشوف فيها الخدمه هذه ثاني يعمل فيها فيديو على ايش المشاريع الفاسده هذه في عناب ولا انا واش تقول لي رايك برك هيا يا اخويا كيما المواطنين الكل الخدمه مش 100% خلي يخدموا يا ربي يعاون برك خير من تبقى حفر هذه مكان هاك كان والو ودي كان يفو ملاحة دي هاي بلتا كاما مين يعدي الماء هاي مرسيس روح شيخ مرسيس هادي نهار واحد يدخل تدخل رجله داخل هذا انا شوف كل واحد وش يقول رايه مش انا اللي ندي سيدي نقول اسك مليحه ولا لا مي اون جينيرال شوف مي يقولوا احنا هاي مرسيس هاي نتيجه ما هنا راهو فايده كيما يقولوا الصوره تعبر عن نفسها مش انا ها هاو الماء هاو الماء ثم هذه سون ايتيد يخدم برك طريق نتاع لا سان تي في لارماكا شوف اخويا انا كي تمشي لازم كيما يقولوا احدث روحك لهنا سينا انا وين الحطاب ها شوف دلك المواطن يعطي رايه يعني معاك ميكاني زيكسبير اخويا يعرفوا اسكو لك كان خدمه ملاحه ما دابين يا سيني يقول حي يخرجوا للعلن ويهضر يقولوا خدمه ملاحه كي تعود في مكه تمشي وتلقى الماء وتلقى تشوف كي كان يفو تاعو يكمل خدمته يسرح الروقارة باش يعدي الماء وراح يعدي الماء كي تعمل تا كان يفو هكا هو ديفالوار كيما يقولوا يروح تلقاه ما يعديش الماء ها لا بريف ها ها مي راح يعدي الماء لهنا ثم قاعد تخدم وريا انا الحطابة حتى ليكون مرسان الله يبارك ها ولا هنا القهوة يعدي ما صافا او لهنا مدفون الحطاب لهنا هنا الحطاب مدفون الحطاب حطاب
هاو الحطاب لهنا. تمشي الماء بارتو شو. سكن جماعة ها هون يبيعوا الما بارتو ها. ها تلاقي يركح الماء شفت ما يركحش الماء شوف تلقى تمشي صبات كامل بالماء يا شوف كلش مبلول عاد بعرف صبات كامل بالماء اسكو كي يعملوا ان بروجي سير انيتي داك شوف الماء يركع كل يوم الماء كل الناس تحس في صبابطها هذا الجماعة كل يخرجوا كل صبابطهم كل بالماء حتى التجارة شوية مسخينة عباك ها كانت غير يدخلوا في دراهم برك كملوا لهنا برك